حتى ألفظ هذه الكلمة بشكل صحيح تماما وبتأكد تام، أتجاهل الأصوات. حرف الأم صوته م، الثنائي إي أي بهذه الكلمة إجا بصوت الفتحة أ أ، لحد هنا صار عندنا صوتين م. الحرف أس أحد أصواته هو صوت ج، إجا بهذه الكلمة. إذن بهذه الكلمة حرف الأس إجا بصوت ج، لحد هنا صار عندنا ثلاث أصوات مج مج. ثنائي يو ار اجب صوت ار الالة الامريكي ار ار. اذا حل هنا يكون بالتهجي ميجر ميجر ميجر. حرف الاي اجب الحالة الصامتة يعني ما له صوت بهذه الكلمة. وعدنا اللاحقة منت، حرف الام صوت ام، الحرف اي صامت، حرف الان صوت ن، من حرف التي صوت ت. اذن يكون لفظ هذه الكلمة النهائي بالتهجي measurement measurement measurement.